حياكم الله مشاهدينا، خلونا نشوف أبرز وأهم الأخبار عن عموم العراق بفقرة جود نيوز، ونبدأها مع أول خبر. انطلق مهرجان بغداد للطائرات الورقية على حدائق أبو نؤاس بالقرب من تمثال شهريار وشهرزاد، وشهد هذا المهرجان حضور السفير البريطاني، كما وتضمن المهرجان عدة فعاليات منها عروض المسرحية ولعبة الطائرة الورقية والبازار، وبحضور العشرات من العوائل العراقية. وننتقل إلى خبرنا الآخر. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عن حصول التعليم الطبي العراقي على الاعتمادية الدولية، معتبرا ذلك دليلا على رصانة البرامج الدراسية. وقال العبودي في بيان أن الاعتمادية الدولية الممنوحة للعراق في مجال التعليم الطبي تحمل دلالة واضحة على رصانة البرامج الدراسية والعالمية المعايير المعتمدة في بيئة الجامعات العراقية. وأضاف هذا المنجز التاريخي والنوعي والرائد في تاريخ التعليم التخصصي والأكاديمي في العراق جاء بفضل تضافر جهود المخلصين في المجلس الوطني للتعليم الطبي. وننتقل إلى خبرنا الآخر. ينافس فيلم المخرجة الكردية سولين يوسف للحصول على جائزة في مهرجان برلين السينمائي الدولي. الجمهور استقبل المخرجة سولين يوسف بتصفيق حار بعد عرض فيلمها كن فائزا. سولين يوسف من دهوك التي تعيش في برلين، وقصة الفيلم كردية تماما. حول رسالة الفيلم تبين سولين يوسف أنها تتعلق باللاجئين الذين يعيشون في المهجر، موضحة ليسوا عبارة عن خبر فقط، بل هم بشر لهم أحلامهم وقدراتهم وآمالهم بالمستقبل. الفيلم يسرد قصة عائلة كردية من كوباني اضطرت لترك وطنها والذهاب إلى ألمانيا، وهناك تواجه ابنتهم الصغيرة في المدرسة عقبات ومعاملة سيئة كلاجئة. وننتقل إلى آخر خبر معنا اليوم. يحرص العراقيون على استقبال مميز لشهر رمضان المبارك، ويشمل ذلك تزيين المنزل بالفوانيس والأهلة وأضواء الزينة قبل حلول الشهر الفضيل بأيام، كما يحرصون على تجهيز البيوت بحاجاتها وخاصة من مواد غذائية لإعداد موائد إفطار رمضانية، كما أن الأسواق البغدادية استعدت وبشكل كبير لاستقبال الشهر الفضيل من خلال توفير المواد التي يستهلكها المواطنون الذين يزينون موائدهم الرمضانية بها. مشاهدينا، هذه كانت فقرة جود نيوز، شكرا لكم.